قبل شوي كنت قدام الشركة، شو عم تعملي هون؟ يعني قلقت علي؟ فيني أخد ساعتي؟ هلأ فهمت، هي هدية من مرتك، هي الساعة. أنت من وين بتعرفي ديرين؟ بهار؟ وشو حكيتي معها؟ شو ناوي تحقق معي؟ هيك ما حكينا شي، عم نحكي عن الطقس. نحنا ما عاد نلتقي، ما رح أقدر. هالشي مانو منيح بهار. حتكون هالمرة آخر مرة منلتقي فيها. ليش هالوداع؟ لأني متجوز. هاي صرت بعرفها. شو يعني اللي بيتجوز وما لازم يرافقه؟ ليش نحن مو رفقات؟ لا ما بيصير، لأنه هذا الشيء غلط، غلط بالنسبة إلي وبالنسبة إلك. طيب انتهينا، وأنت لا تصعبي القصة. تنزلي رجاءً. أنا آسف. قصدك تقول انتهينا؟ ايه معلش. مراد نحن لسه ما بلشنا. فهميني رجاءً. بخاطرك لكان. لكن استنى سيد مراد، أنا لسه ما بلشت وعلاقتنا ما بلشت. ألو؟ إيه حبيبتي ديرين؟ عم بسمعك. إيه طيب، على مهلك إجيت. ايه انا. اسمعيني سيموش، روحي ضبي بنتك ولا تبعتيها لعندي. والله انا ما بعتها. خليكي عم تنفذي الاتفاق وخليكي مسكرة تمك، والا بكمل شغلي اللي ما كملته، فهماني؟ برلاس رح اختنق. انت كيف لقيتني هون؟ مثل ما بنتك لقيتني. خبريها انت كمان انه انا لقيتك وما رح تهربي مني بنوب. حطي عقلك براسك سيموش، حطي عقلك براسك. فيني اقول لك قديش مراد كان متحمس. اليوم عيد ميلاده، يا ريت شفته، كان مثل الولد الصغير. كان عم يسالني كثير اسئله بخصوص مفاجآت اليوم، بس انا ما رديت عليه مشان ما تخرب المفاجأة. كان بيطير العقل وعانقنا كلنا. يا ريتك انت كمان فيك تجي. بركي فينا ناخد إذن؟
على كل، حتى لو ما قدرت تجي لعنا أنا رح خبرك بالتفاصيل كلها. بعرف إنه جيتك صعبة بابا حبيبي، هاي السنة اتفقت مع الشركة كأخوة كأسيتاريا، بس لو تعرف شو التجهيزات يلي حضروا لنا ياها، والكيك صار جاهز. تعرف بابا مراد طلب كيك بالكرز هالمرة؟ اي نعم، أنا كمان بعرف، ماله بالعادة يطلبه. ما فهمت، يمكن غيرها هلأ بشوف، بس محضرت له مفاجأة كتير حلوة وأنا ما رح قلك ياها لأنه بخاف تزلق بالحكي قدامه، فتحسباً ما رح قلك. ياسمين. إيه بابا. أنا أيمت عيد ميلادي؟ بنيسان بابا، 5 نيسان. ما عم قادر أتذكره. حبيب قلبي، حبيبي أبي. بابا بس شوي وبرجع لك. ما كنت عارفاني رح تجي. قررت اجي فجأة ياسمين، قلت صار لي فترة طويلة ما اجيت وشفت لأبوكي. اي منيح اتصلت فيك اليوم، كنت مشغول. الأمور ماشية منيح بشغلك؟ تقريبا، يعني كالعادة. كيف أبوكي؟ منيح. حشوفه. تعي. عود عود. بهار لازم تجي لهون فورا بنتي. سيموش خير؟ شو صاير؟ فيصل رجع عادة؟ الله يكسر ايده لهالحيوان، ما قلت لك لبقى ترجعي. لا القصة ما لها متعلقة فيه. تعالي ومنحكي، ما فينا نحكي على التليفون، استعجلي. طيب بعتذر بس صار وقت العلاج، رح أعطيه العلاج مشان يرجع لنا. تمام، ونحن أساساً كنا رايحين. أبي صار أمانة عندك. لا تاكلي همسة ياسمي. بابا حبيبي، نحن رايحين هلأ، وإنت كمان روح ارتاح وخد أدويتك، اتفقنا حبيبي؟ يلا بابا، شوفك. أنا رح أرجع لعندك، ماشي بابا؟ لازم نروح لحتى ناخد الأدوية سيد إيديس. يلا نروح. تريك، شو صار؟ بعتذر مشان مبارح، أنا آسف، شو أعمل؟ القصة بتخلص بالاعتذار؟ بتعصب وبتروح بتحكي من ورا ظهري وعم تعتذر؟ مين اللي حكيت له؟ فهميني مين؟ قلت أنا آسف، شو بدي أعمل كمان؟ طيب يا ترى أنت بتعرف على شو عم تعتذر؟ إيه؟ لا ما بظن، أنت لحد الآن لسه مو عارفان شو عامل. شو يلي بتقصدي؟ يلا قولي.
قلت لها لإجا إنه أبوكي رح يجي اليوم المساء وإنه في عنا شوي. تمام رح أجي رح أجي. آخ منك سيموش، موتيني رعبة من تليفونك. شو يلي صاير؟ فوتي لجوا بسرعة. يلا فوتي. فيكي تفهميني شو يلي عم تساوي من ورا ظهري؟ ما فهمت شو يلي عملته، قوليلي لحتى أعرف. بهار بعرف إنك رحتي لعند بارلاس. هاي القصة؟ خير إن شاء الله. من وين عرفتي أنتي؟ ولا هداك اللي... بهار هي القصة ما لها مسحة أبداً. لا تتورطي مع بارلاس، هذا الإنسان كتير سيء. أيوة برافو عليك يا أمي. الظاهر عم تتقابلي معه ها؟ ليش ما قلتيلي؟ أنا مستحيل أني أتقابل مع هالشيطان شو ما صار، بس أنت يلي فتحتي علي هالباب وخليتي الرجال يلحقني لهون. ليكي ليكي شو صار برقبتي. هالشي كان تحذير. لا تتورطي مع بارلاس، هذا الحقير له ايد بكل مكان وممكن يخسرنا كل شيء. هاد اذا بقيلنا شيء نخسره. يا عيني يا عيني يا عيني، ليكم مين جاي لعنا؟ الو اهلين وسهلين يا بنت. اهلا وسهلا. أهلا وسهلا حبيبي، شو تعبان؟ شو لوين يا بنت؟ مناكل سوا ومنحكي كلمتين مع بعض. عندي شغل أخي فيصل. يا علينا وعلى الشغل. شو بدي أقول لك؟ أمك عم تحكي علي شي من ورا ظهري؟ مالي حاسس أني عجبها. أكيد حكيتي لها شغلات مو منيحة عني. لا فيصل، معقول أعمل هيك شي؟ بهار خليكي على الأكل، يعني نحنا ما تغدينا مع بعض من وقت طويل. يلا جهزينا صفرة سيموش. لا تدللي يا بنت، فوتي عادي. يلا تعي. يا الله من هالبنات ما بينتركوا لحالهم دقيقة واحدة. ليك بابا طيارة الورق عم تطير، عم تطير بسرعة مو هيك؟ ايه بنتي برافو برافو عليكي. قلت لي برافو حبيبتي إيجا؟ أنا ما قلت لك ما لازم تلعبي فيها أبدا. ايه بس يا أمي ليش ما بتسمعي كلامي بالمرة؟ بس ماما. ست فيليز ست فيليز. بابا بس انا ما عملت شي ما له منيح. ايه مزبوط بنتي، بعرف ما عملتي شي مو منيح. طبعا ما رحت الا غلطانة. مبسوط؟ ما شاء الله ست فيليز نايمة. فيني افهم ليش مالك منتبهة على ايجا ست فيليز؟ انا اسفة ست ياسمين، بس تركتها لحتى تشم الهواء. دخيله دخيله انا. هلأ ما رح اتجادل معك بهالموضوع، ليكي كيف صار يشر منها العرق. لو سمحتي خديها وغيري لها اوعية. بس يا ماما. وانت خود خبي هي، اساسا بكفي المصايب يلي جبت لنا اياها. أنا رح ساعد أمي. ما في داعي، عدي عدي عدي، أساساً كل 40 سنة بتجي مرة. بعدين أنت مالك طعمي بالمطبخ. السلام عليكم رجل. السلام.
شو عم تعملي هالايام؟ عم تغني بالملاهي الليلية؟ ها؟ أنا ما بشتغل بالملاهي. طبعاً مدري ملهى مدري كافي والله ما بعرف، بس صوتك في بحة حلوة كتير. بعد إيدك عني وانتبه على تصرفاتك معي. وسماء أنت شو بتعملي؟ حميد الله أنه أمي جوا وإلا كنت شو رح تعملي؟ شو رح تحطيني برأسي؟ أنت مين فكرة حالك يا بنت؟ أنا يلي كنت طعميك وشربك يا ناكرة الجميل، مو أنا يلي كنت أصرف عليك. فيصل لا تعمل هيك مشان الله، البنت جاهلة خلص شو ما كانت عاملة. أنا بعتذر عنها، بترجعك. أنا رايحة من هون أمي. بتمنى لك السعادة معه. ولك اتركي ايدي. بهار بنتي بدي قلك لا تروحي، بس كل مرة بتجي بتخانق أنا ويا بنتي. سيموش الرجال كان عم يحاول يتعدى علي. لا أكيد مو هيك، بيعتبرك مثل بنته، بس هو بيتغابى لما يكون سكران ولما يفيق. شو لما يفيق؟ بيصير منيح مو هيك؟ اسمعي شو رح قلك، انتي خليكي لا تروحي، خليكي مع هالمسخرة، خليه عم يضربك ليل نهار وانتي ضلي ساكتة. انتي اللي اخترتي هالحياة أمي، انتي اللي اخترتي تعيشي معه هالحياة اللي بتقرف، ولهيك بتستاهلي الضرب اللي عم تاكلي منه. بس أنا ما فيني أتحمل، مالي مضطرة أعيش هالحياة المقرفة اللي أنتي عايشتيها أبداً. إن شاء الله تنبسطي معه بهالحياة. بهار لا تضايقي لبارلاس. هاي آخر مرة بتجيبي لي سيرة بارلاس. هالزلمة رح يدفع ثمن كل شي عمله فيني وكل شي عانيت منه طول حياتي، وما رح أرحمه أبداً. ما رح وقف حتى تتشتت هالعيلة الصغيرة تبعه ويصير كل واحد فيهم عايش لحاله. ما رح تقدر تمنعيني، أنا رح انتقم منه وما حدا رح يقدر يمنعني. وبس يخلص انتقامي من هالحقير رح خليه يندم لأنه ما اعترف إني أنا بنته. لهيك هي آخر مرة بسمح لك إنك تبعديني عن بارلاس. أوعك تحاولي توقفي بيني وبينه أبداً، لأنه أنا ما عاد أطلع على دموعك. وين رح تيجي؟ يلا فوتي لجوا. شو صار؟ الحمد لله ما ارتفعت حرارتها. ليش عم توتري الجو بالبيت؟ هاي طفلة وطبيعي تركض عادي. بلا ما نحكي هون، تعا. بعرف طفلة ولازم تركض، بس يا مراد إيجا مريضة، هذا الشيء اللي أنت ما عم تفهمه. إيجا مريضة. طيب لكن الموضوع هو مو إني أفهم أو ما أفهم، أنا بعرف إنه بنتي الصغيرة مريضة، بس هذا الشيء ما لازم يوقف الحياة. فهمي بقى ياسمين، أنت ما عم تسمحي لنا إنه ننسى الشيء اللي صار معنا بنوب، ما عم تسمحي. لأنه ما عم أنسى بنوب، لأنه حتى أنا مالي مسامحة حالي، لأني وثقت فيك، لأني سمعت كلامك وركبت معك بالسيارة يومها، وما رح سامح حالي بنوب. أنا كمان السبب لأني سمحت لك تعمل هالشي ببنتي، وبعرفك مستهتر. كان حادث ياسمين، كان حادث، فهمي بقى، كان حادث. هو قرب علي وفات بالسيارة، أنا ما عملت شي. كنت سكران مراد. ها؟ أنت كنت سكران. يعني رجعنا. كم مرة رح نحكي بهالقصة؟ شربت كاسة واحدة.
هذا الحادث ما كان بسببي ياسمين. أنا ما كان إلي ذنب، هو قرب علي وفات فيني، وولادت إجا على بكير، وهذا القلب التعبان اللي ولدت فيه ما كانوا ذنبي. صار معنا حادث وبس هيك. وإجا مالا بنتك أنت بس، بنتي أنا، عم تفهمي؟ بابا؟ بنتي؟ شو لوين رايح؟ لا بنتي، فكرت حالي نسيان التليفون برا بالسيارة. يلا أهلا وسهلا، فوتي. ايه رايحة على الغرفة. طيب حبيبتي، بنتي حبيبتي يا عيوني.
ردي إذا بدك. ما في داعي، خليه يستنى، أحسن إذا بيقلق. لما ما برد عليه حتزيد قيمتي عنده. أنا متجوزة من 20 سنة وهي القلاعيب نسيتها من زمان. عشرين سنة بهنيكي، فترة طويلة كتير. بتشكرك. كنتي حتخبريني على المسرح؟ ايه، قلت انه جنينتنا كبيرة كتير ولهيك ما عنا مشكلة بانه نعمل المسرح فيها. بظن اذا رحنا شفنا المكان بيكون افضل. ست ياسمين، يعني وين بدنا نحط الآلات الموسيقية وكم عمود إضاءة بدنا نحط وشو بيلزمنا ميكروفونات وهيك؟ هي التفاصيل الرئيسية. طبعاً فينا نشوفها، بس قلت ما بدي مراد يكشف المفاجأة ومالي عرفانة شو بدي أعمل. إذا شافك بالبيت هلأ هيك بتضيع المفاجأة كلها. طبعاً هذا الكلام مزبوط، لأنه ما لازم يعرف. أنا رح أتصل وأسأله وين هو وبعدين منشوف. يمكن معك حق، يلي عم يتصل شكله قلقان عليكي. ايه اكيد، انا متأكدة انه جوزك كمان ركض وراكي. مراد ماله من النوع يلي بركض ورا حدا. تفضلي. بصراحة انا كنت مفكرة انه كل الرجال مثل بعضهم بيتصرفوا بنفس الطريقة، بس احيانا كل واحد فينا بيتصرف بطريقة شكل. مفهوم. جوزك محظوظ كتير ست ياسمين، واضح إنه بيعرف شو بده ومنشان هيك صار يركض وراه. أنا برأيي نحط البوفيه المفتوح هون والطاولات رح تكون بالنص وبنعمل المسرح هنيك. إيه ممكن، رح نعمل مكان هون مشان الأولاد. تقريباً كل شي صار جاهز، بس أنا لسه بدي شي ساعتين يعني. إيه بترجاك، تعال بعد شوي. طيب يلا مع السلامة. جيتي بوقتك بهار، بس نحن هلأ لازم نخبيكي لأنه بتعرفي أنتي المفاجأة تبع اليوم. يعني لسه بدنا نضل هون ساعتين تانيات؟ شلون بدنا نضل ساعتين؟ أكيد ما حيرد علينا ويروح. يا شباب، خطر ببالي شيء. خير يا أغا، شو في؟ إنه ما روح على عيد الميلاد. شو رأيكم؟ هاي حتكون أحلى مفاجأة. شو يلي عم تقوله؟ والله ياسمين رح تقتلني. ما بيصير ما تروح. ستاريا كمان رح تدفني تحت الأرض أو تحت البحر. يعني ما عندي خيار غير إني روح. إيه صح. يا شباب، هاي المرة مجنونة. ليش؟ يا بدها تخليني أنا أصير مجنون، ما بعرف. أنا برأيي توقف الشرب، صرت شربانة كتير. أساساً حتشرب لما توصل على البيت. خلينا نمرق هذا اليوم على خير وسلامة. اليوم عيد ميلادي روحي، لا تتدخل.
بلكي إذا شربت رح أنسى كل شيء. هاي أحلى مفاجأة. روحي، أنا داء نفسي كتير هون، رح أطلع شماوة. وأنا رح أطلب قهوة لصاحب عيد الميلاد. حط لي جواتها مشروب كمان. طبعا طبعا، في مجال تاخدي هاي وتحضرينا قهوة سادة؟ ويا ريت تقريها شوي. طيب كمان. بعرف إنه ما رح تردي، بس اليوم عيد ميلادي، قلت لحالي بقلك. فيكي تاخدي راحتك هون وتجهزي حالك. بتشكرك ست ياسمين، وإذا احتجتي لأي شي بس خبريني وبأمنه. طيب ست ياسمين، أنا فيني أطلب عصير إذا ما في عذاب؟ طبعاً طبعاً، يا ريت يكون عصير كرز. يلا رح خليهم يجيبوا لك. بتشكرك. أنا إجيت على الغرفة. يلا لشوف، رح نبلش. ديرين، أنت منيحة؟ ونور، على الأغلب أنا متوترة شوي، بس حاسة إني ما فيني أتنفس. إيه طيب، اهدي شوي، بس خدي نفس أكتر أكتر. احبسي، طلعي على مهلك. يلا تمام، هلأ بتهدي. تمام تمام. طيب هلأ بتحسن، حكون منيحة. ما رحتي على الدكتور مشان إيدك؟ حكينا بهالشي يا ديرين، ليش ما رحتي؟ لأنه حسيتها تحسنت، بس هلأ تشنجت. ما بعرف شو صار لي فجأة، ما بعرف شو صار لي، كيف رح أعزف؟ كيف رح أعزف؟ طيب اهدي شوي، لا تقلقي رح تعزفي، لا تقلقي. تمام؟ تمام. هيك صار حلو كتير. أنا آسفة، في حدا هون؟ في حدا هون؟ لو سمحتوا في حدا هون؟ تفضلي. في مجال تنادي للست ياسمين؟ في موضوع ضروري، بس بسرعة لو سمحتي. طبعاً. نزعت كل شيء ست ياسمين، شو بدنا نعمل هلأ؟ أنا مو جايبة معي فستان تاني لأني مو حاسبة هيك حساب. طيب لا تاكلي هم، لا تقلقي، أنا بجيب لك شيء من فساتيني. عن جد شكراً، هلأ ريحتيني، خفت ما أقدر أطلع على المسرح وأنزع مفاجأتكم. يلا ما صار شيء، رح نحلها. تفضلي. ست
ست ياسمين، هذا الفستان كتير حلو، فيني ألبسه؟ إيه طبعاً فيكي، بس هذا يعني فستان قديم كتير. إيه وين المشكلة؟ مثل ما بتعرفي الشغلات القديمة موضة. طيب خدي لكن. ذوقك كتير حلو ست ياسمين، هذا الفستان بجنن. شو كنا طايرين؟ تعال تعال. والله مالي نفس فوت. أخي أنا مجبور إني فوت على الحفلة. ولك بلا تخبيص، نحن وصلنا ليش لحتى ما تفوت؟ ما بدي فوت لجوا وضل كذب على حالي، مو حابب بنوب، ما بدي روح. بكفي يا أغا. أغا من الصبح ونحن معك، رجع لوعيك، يلا فوت، شد حيلك شوي، يلا. شو عم يقول هاد؟ إذا مو شفقان علينا، شفاء على ياسمين على الأقل، من شهر عم تتعب هي والبنات، والله عيب. هات المفتاح. افتح الباب يلا. أي واحد المفتاح؟ لك وقف شباك، وقف، اهدى شوي، اهدى، بلا هالجنان، تفضل. مفاجأة. يلا فوت. خلص بوهدي. خلص هي فايت. أهلا وسهلا مراد. يا أهلا. ميلاد سعيد. كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا. مساء الخير. مرحبا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مساء الخير. يلا يلا فوت. مرحبا. أهلا وسهلا. ستاريا، أهلا وسهلا. ستاريا شو هالسخافة هاي؟ مرحبا. ميلاد سعيد. أهلا وسهلا، كيف حالك سيد سعيد؟ أهلا. أهلين سيد سعيد. مرحبا. إيه عيد ميلادي. مرحبا، أنا إجيت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، رح أستناك بزيارة بالشركة. ياسمين شكرا حبيبتي. مراد. عيد ميلاد سعيد سيد مراد. أهلين سيد مراد، أنت أكيد فكرتني ست ياسمين. نحن تعرفنا من قبل، أو بالأحرى جمعتنا صدفة. مع ديرين؟ لما قلت حبيبتي ياسمين، عرفت إنك خربطت بسبب الفستان. أكيد ما رح تتخانقوا مع بعض وتتركوا بعضكم بسبب شغلة غبية أنا عملتها. بيشبه فستانك. أعطيتها فستاني. مشان هيك. مشان هيك. كل عام وانت بخير. يسعد مساكن، برحب بالجميع، أهلا وسهلا. قبل 20 سنة من هلأ زوجي حبيبي مراد كان كاتب لي شعر عم يعبر فيه عن حبه. أنا كنت حامل ببنتي، وهلأ بنتنا كبرت وحبت إنها تلحن الشعر يلي كتبه أبوها. ديرين؟ بس ما حدا فيكن يقلق، مو أنا اللي رح غني.
حبيبتي انت. في معنى شخص هلا رح يغني احسن مني بكتير. بهار، الغنية هديتي لمراد. بهار جاية اليوم لحتى تغني هالقصيدة يلي اسمها لو ناداك الحب. هاي مشانك عيد ميلاد سعيد. Hayaline koşarım, gülüşüne uçarım. Geçerim, ben benden geçerim. Ah bulsam seni, bırakmam peşini. Geçerim, kendimden geçerim. Gel dese aşk, gel dese, gel dese gelirim. Aşkına koşar gelirim. Öl dese aşk, öl dese, öl dese ölürüm. Sevişine senin ölürüm. قلت لك حتنبهر بمفاجأتي ياسمين. أنا لازم قلك شيء مهم كتير. عم بسمعك. رح قلك كل شيء بصراحة ياسمين. يعني هيالي لك وشارك. جلدسة عشق، جلدسة جلدسة.